أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل يحمل شهادة جامعية ويعمل بها ويسكن في بيت هو ملك لوالده ومتزوج أيضا، ويريد أن يتفرغ لطلب العلم تفرغا كليا وليس له مصدر للمال هو وزوجته. السؤال: هل تحل له الزكاة؟ وإذا كان لا تحل له، بماذا تنصحونه؟ علما بأنه يرغب بشدة أن يتفرغ لطلب العلم ويكون العلم هو همه الأول. هذا غرض صحيح، وهو التفرغ لطلب العلم. يتفرغ لطلب العلم ويساعد من الزكاة، لأن تفرغه هذا لغرض صحيح، لغرض طيب وهو طلب العلم. يتفرغ ولا بأس أنه يأخذ من الزكاة ما يساعده على طلب العلم.